السلام عليكم ورحمة الله وبركاته my dear sister حياة، بارك الله فيكم. إن شاء الله our course plan for this month we will carry on our memorizing in Surah 2 المطففين. الحمد لله we stopped at ayah 20 21 we will start إن شاء الله from 22 إن شاء الله. Let's start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Alhamdulillah, inshallah, we will still at this one. During our session, we will practice more and more, inshallah. Jazakallahu khairan kathiran. Barakallahu feekum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.